حبايبنا كيفكم اليوم؟ اليوم نحن عنا تحدي كتير حلو بين آدم وقمر. التحدي هو عبارة عن 5 مراحل. أول شيء حننقي اللون اللي بدهم إياه. قمر شو بتحبي أي لون؟ البلو. آدم؟ أنا بدي الرد. آدم الرد. حنبلش بأول مرحلة اللي هي بحطوا الطابة هون بيفخوها بالشاليموني بتنزل هون بالكوباية. كل واحد له طابتين. المرحلة الثانية هي بينفخوا البالون بالكوباية بتمهم وبيمشوا زجزاج وبيجوا بحطوا الكوباية هون على هودي 3 مراحل. ممنوع يوقعوا الطابات هن وماشيين بالزجزاج. إذا وقعوا الطابات بيرجعوا بعيدوا. المرحلة الثالثة اللي هن بيجوا بيعملوا تحدي الجول. كل واحد عنده طابتين بقلب المي بده يوصل على الجول الثاني. بس يخلص بينتقل على المرحلة الثالثة اللي هي الدواوير. بحطوا بيقفوا بالدواوير بلطوها بالحبلة وبيحملوا الطابة وبروحوا بحطوها هون على هيدي ويرجعوا نفس المرحلة بالقلب. المرحلة الأخيرة الخامسة اللي هي كل واحد بده يجمع طاباته البلو ويحطهم بقلب هيدا الغط. طبعا التحدي هو عن شيء كتير قيم اللي هو الآيباد. اللي بيربح 3 من 5 بالتحدي بياخد الآيباد. وأمورة طبعا جايبة مع جماهير. جايبة مع باندا. هاي باندا. أهلان كيفك؟ انت مين جاي تشجع اليوم؟ جاي تشجع عمر. وراح كمان جايبة الهاكي وكي. هاي هاكي وكي. هاي شو أخبارك؟ ايه مين جاي تشجع؟ جاي تشجع عمر. وراح كمان على ديزني جايبة الميني ماوس. هاي ميني ماوس. هاي كيفك؟ شو جاي تعملي؟ جاي تشجع عمر. يعني عمر جاي ومع كمان مشجعين. جاهزين؟ جاهزين. بس زمر تبلشوا. اوكي؟ اللي بوقع برجع بعيد. منو حدا يزعبل؟ 1 2 ما تبلشي لزمر. يلا عمر. 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 يلا أمورة بسرعة. برافو. أول دنتين لأمر. أول دنتين لآدم. نشوف الميز. أوه رجع. وقعت تبعت آدم. عجلي أمر. برافو. برافو أمر. آدم بيع عليه رح يخسر. يلا شوي شوي. برافو. برافو أمر. أمر روحت أول مرحلة. زقفوا كتير لأمورة. زقفوا كتير لأمورة. مورا شطورة ربحت أول مرحلة اللي هي الكوبايات والطابات. هلا رح ننتقل على المرحلة الثانية اللي هي نفخ البالون بقلب الكوباية. بكون كونوا سريعين. أوكي؟ اللي ممنوع تخبطوا. إذا خبطتوا هول بالعرض بترجعوا بتعيدوا. ها؟ أوكي؟ يلا قفوا. بس زمر بتبلشوا. أوكي؟ 1 2 3 ما تبلشوا. لحظة بلشوا. يلا مورا مش ما قلتلك. ها؟ يلا جاب منيح. شوي شوي. عمر حمل. برافو. يلا. آدم اللي بيوقع بيرجع. يلا عمر. يلا ارجع عيد. يلا يلا عمر. وطي شوي. يلا برافو. اعطيها ايدك. ايوه. برافو. فيك البالون. برافو. شاطر عمر. نشوف آدم. نشوف آدم. يلا آدم رح يوقع المينة. اللي رح يوقعها مش قادر يفلت البالون. آدم برافو. أمر برافو. أمر برافو. أمر برافو. آدم خلص أول وحدة. يلا يا أمر يا رح يثبتك. يلا برافو. يلا برافو. يلا روح تاني. يلا هيدي آدم كمان تاني وحدة رح يخلصها. يلا يا أمر. يلا برافو أمر. وقعها. عيد. برافو. عيد. يلا عيد 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 من الأول. إيه برافو. يلا أمر. برافو أمر. شوي. أيوة. أطيا. إيه. خلاص شيل البالون. يلا 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 بعد فيه. هلا آدم. هاي حط التاني آدم. إيه منيحة منيحة. برافو. منيحة. إيه يلا برافو. يلا. آدم عم بحاول بالتانية. آدم عم بحاول بالتانية. يلا يا أمر. يلا. شاطرة. ايه. برافو. ايه يلا. ايه اخر واحدة لأمر. كمان اخر واحدة لآدم. يلا. هنشوف مين يثبت. يلا يلا ركيع ركيع. برافو. برافو. برافو.
قمر روحي كمان الجوله الثانيه. برافو 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 قمر، روحت الجوله الثانيه وصاروا 2-0 لقمر. ننتقل على المرحله الثالثه. يلا وصلنا للمرحله الثالثه اللي هي بالجول. قمر عنده طابتين زرق وادم عنده طابتين حمر، بدي يحطوا الطابة بقلب المي، هذه مي، وينفخوها بالشليموني لحتى يشوف مين بيسبق قبل. اوكي بس زمر بتبلشوا. اوكي قمر بدك تقوي حالك لانه ادم سريع يمكن يسبقك بهيدي. اوكي يلا يلا قمر يلا قمر يلا قمر يلا قمر انفخي قمر قمر سرعة 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 يلا سرعة واحد واحد يلا بعد انت طهبي قمر يلا ادم سرعة يلا يا قمر يلا قمر هلا صاروا 2 نو 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 المرحلة الثالثة هي عبارة عن بيوقفوا بقلب الرينج وبيحملوا الحبل وبيحملوا الطابة. كونوا جاهزين. تعجلي ها احسن ما يسبقك. اوكي بسرعة يلا قمر يلا قمر يلا قمر يلا قمر برافو يا قمر. لا 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 بتحمليها من كوبايتين، خليها بابا كوبايتين. يلا يا قمر يلا يا قمر يلا يا قمر رح يسبق ادم. يلا ادم خلص اول وحده رح يروح للثانيه بسرعه يا قمر. ايه شوي 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 يلا حطي برافو. خذي الثاني بسرعه خذي الثاني يا قمر 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 خذي الثاني خذي الثاني يلا قمر يلا قمر يلا روح بسرعه يلا اوبس يلا يلا روح احسن. المرحلة الرابعة كمان ربحها ادم صاروا 2-2. ليش زعلت قمر؟ هلا وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي المرحلة الحاسمة. اللي بيربحها بياخذ شو؟ شو بياخذ اللي بيربحها؟ ايباد. ايباد. أنا بدي أربحها. لا قمر ما تربحها صح؟ هلا أنتو كل واحد بيقيم اللون اللي إله، أوكي؟ أنت بتقيم الريد وهي بتقيم البلو. بسرعة بتحطوهم بقلب التبر اللي قدامكم، أوكي؟ ما معكم كتير وقت ها؟ يلا لحظة ما حدا يبلش تزمر. بلشوا بسرعة يلا قمر بسرعة يا قمر يلا قمر يلا 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 برافو يلا يلا رح تسبيه يلا 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 كل واحد عنده 10 طبات يلا بسرعة بسرعة يلا يا قمر يلا يا قمر يلا يا قمر يلا يا قمر يلا 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 عم بزعبر هذا يلا 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 ضرب لي اياها هذا عم بزعبر هذا يلا يا عمر بعد لك وحده يلا 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 ربح ربح عمر برافو يلا قومي خذي الايباد يلا عمر ربح الايباد لاعبين فيه تلعبوا فيه برافو شطوره يا عمر وهيك نحن من ربح برافو قمر قمر ربحت بتلعبي فيه برافو قمر ربحت بالتحديات الخمسه اللي صاروا برافو لقمر وبرافو لادم كمان لانه لعب هو قمر ربحت ايباد وقالت انه هي بقى تلعبوا فيه لخيا شطوره اموره الى عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب حبيبتي اي لاف يو وانطرونا فيديو جديد وصلونا على المشترك باي